وهذا السائل صاحب الفضيلة يقول إن كثيرا من العامة يقولون العون أو بالعون، هل هذا حلف بغير الله أم لا؟ لا ندري ليس العون هذا، يقول إنه طلب، إذا كان طلب هذا لا يجوز لأنه حلف بغير الله. نعم، أما قال بالعون يعني بعون الله من الإعانة، بعون الله أو بالعون من الله، بالعون من الله بمعنى الإعانة، هذا لا مبتدئ.